ويتكلم عنه. تروح مطعم تقرا باركود يفك لك المنيو. يا سلام. واختار من منيو بدل ما اجيب لك دفتر وكذا، حاجه جميله. طب لو الباركود هذا كان مهكر، لو عامل راب، لو جاء واحد هاك دخل مطعم واخذ الباركود هذا وهكر لك اياه، اصبح انت بمجرد ما تقرا الباركود انفك عندك الرابط، زرع عندك ملفات هاك. واو، حاجه ترى ايجابيه وسلبيه. استاذ ماجد شكرا، يعطيك العافيه، اعطيت الهاكرز فكره جديده، وبعدين كمان اعطيتنا فوبيا جديده. تفضل خذوا جوالاتنا، نرجع للزمن والعصر الحجري ما قبل التقنيه، لانه صاروا يخوفونا من كل شيء. هدي رجع جوالاتك. إيه؟ رجع خلاص. رجع اخذها. هدي طيب. انا الصراحه اشوف ان الاخ ماجد بالغ في هذا الموضوع. اولا المطاعم عندها يعني اهتمام بالهويه وكذا، فهم حيحطون الكيو ار كود هم بنفسهم وحيتاكدون. بعدين سؤال، نفترض جاء واحد، نفترض وجاء وحط ستيكر كيو ار كود جديد ولا شيء اللي هو المهكر اللي يقول عليه، طب ما حيجي العميل اللي حيخترق جواله حيصوره يقول لك اخي ما اشتغل معي المنيو، فحيجي المطعم يشيك يلقى المنيو ما اشتغل يغيره. انا اللي فهمته من ماجد انه نفس الباركود اللي حاطينه المطعم اصبح مخترق من الهكر. طيب اوكي، انا جيت وانا شغال ما شاء الله تبارك الله، كل ما رحت مطعم صورت.